والمحبة والجمال، دين السماحة والإجابة والسؤال، دين التبسم والحوار بلا جدال، فيه التوسط في الأمور والاعتدال. ديننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال، منبر الثقافة والعلم والدين في كل مكان في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم ولقاء يتجدد وحلقة جديدة من برنامج هذا ديننا. الحمد لله الذي خلق فسوى، الحمد لله الذي قدر فهدى، الحمد لله الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأصلي وأسلم على أمير الأنبياء والمبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ضيف جديد غالي يأتينا من آخر بلاد مصر الجميلة، من كفر الشيخ ومن دسوق، والعالم الجليل أحد علماء وزارة الأوقاف فضيلة الشيخ محمد حسن أبو مسلم، عشان نطوف معاه النهاردة في فضيلة من الفضائل الجميلة الرائعة واللي كلنا بنتمناها وهي موجودة، ولكن بنتمنى إن شاء الله في الفترة اللي جاية تزيد، وهي فضيلة التعاون. هنتكلم عن التعاون وأثره في المجتمع. أهلا وسهلا بضيفنا الغالي. أهلا بسعادتك وسهلا فضيلة الشيخ محمد، ربنا يحفظك. الله يخليك دكتور، خليك ونقول يعني جهد كبير، ولكن دائما الطلة الجميلة لكم على شاشة الصحة والجمال بتسعد كل الناس. الله يكرمك يا دكتور، ربنا يبارك فيك، هذا من أصلكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. ربنا يحفظك. التعاون شيمة من الشيم وفضيلة من الفضائل اللي بنتمنى ان هي مش تكون موجودة بس وتستمر بس، ولكن نلمس أثرها في مجتمعنا وفي بيوتنا. أحتاج بس من حضرتك الأول، إيه مفهوم، هل للتعاون مفهوم نقدر نحط المشاهد في الصورة معنا؟ نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قائد الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. التعاون حضرتك هو مطلب إلهي ومطلب من المولى عز وجل في كل مناحي الحياة، لأن التعاون بالمفهوم العام هو مد يد العون، سواء كان بالنصح أو بالمشورة. فالتعاون عليه بناء المجتمع. أمة تحتاج أن تنهض، لا بد من أن تنمي هذه الفضيلة التي أمر المولى عز وجل بها في كتابه، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهذا مطلب من المولى عز وجل. فاليد وحدها أو يد واحدة لا تصفق إلا إذا انطبقت على أختها. فالمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالتعاون هو أن يرسي الأخ لأخيه، سواء كان نصحا بلسانه أو قضاء لحاجته بيده أو بالدلالة على الخير. نعم. طيب، وزي ما حضرتك يعني ذكرت كده، وكأن ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في القرآن أراد منا أن يكون فعلا لبناء المجتمع من التعاون أثر. فالتعاون في القرآن، التعاون في القرآن نجد فيه في أكثر من موضع. نعم. يحثنا الله عز وجل على هذه الفضيلة. نعم. ومن هذه الآيات، بل هي العمدة في الموضوع، قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. أي شيء فيه خير لابد للإنسان أن يتعاون مع أخيه، لأن المسلم كما قلت لا يحتاج من أخيه إلا النصح فوحده،
لن يصل، وحدك لن تصل. يعيش الإنسان أعزل عن المجتمع لا ينجح أبدا، بل عليه أن يتكاتف مع أخيه. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني القرآن الكريم لما يقول تعاونوا على البر كل خصال الخير، نعم، تعاونوا على كل خصال الخير التي ترضي ربنا تبارك وتعالى، نعم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنا منع عن التعاون بقى. نعم، الأولى فيها أمر بالتعاون، الثانية نعم، فيها نهي عن التعاون المذموم. التعاون المطلوب هو البر على أمور الخير جميعا، نعم، التعاون في أمور الخير. والآية التي فيها أو المقطع الثاني من الآية، الشطر الآخر من الآية، فيه أيضا أمر من الله تبارك وتعالى بأن ينهانا عن التعاون في أمور الشر. ليه؟ نعم. لأنها مداخل الشيطان وسبله. أيا كان هذه الأنواع، طالما أنها تؤذي بالعبد، طالما أنها فيها مداخل للشيطان، فلا بد أن يعلم أنها تؤذي به إلى الهلاك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يعني هنا فضيلة الشيخ محمد، ممكن الشيطان يلبث على الإنسان ويريه بعض أعمال الشر في إطار التعاون، ويسمح له بأن يعني يدخل فيها. فعشان كده جت كلمة ولا تعاونوا، يعني فيها نعم، في تعاونه، لكن في نعم، ما هو الإنسان بيبقى عارف إذا كان ده صح ولا غلط. نعم، فإن ربنا ينهانا بس يحطها في يعني صورة أو صيغة التعاون، بيبقى تلبيث من الشيطان. عشان كده في نهي من ربنا عن هذا الموضوع. نعم، يعني الشيطان له صور في وساوسه، يزين للإنسان المعصية. فإذا وقف الإنسان مع نفسه واستفتى قلبه في الأمر قبل أن يقدم عليه، فيعلم أن قلبه لن يأمره إلا بما يعود عليه بالنفع، كما قيل استفت قلبك ولو أفتاك الناس كلهم. فالشيطان يوسوس للإنسان، فما عليه إلا أن يستعن بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله تبارك وتعالى يعلم ما توسوس بنفس الإنسان، أي شيء يجول بخاطر الإنسان، فلا بد أن يلجئه إلى الله تبارك وتعالى. فوحدنا لن نصل، أستاذ طارق، وحدك لن تصل. سيدنا الفضيل بن عياض لما كان في يوم من الأيام مع صحاب مع تابعين من التابعين، فيقص عليه أمرا، فيقول له ماذا تفعل لو عدا عليك كلب الغنم، يعني لو أتى عليك الكلب الذي يمشي مع الغنم أعزك الله. نعم. فقال أرميه بحجر. قال له فإن عاد؟ قال أرميه بحجر. قال فإن عاد؟ قال أرميه بحجر. قال الأمر سيطول، الحجارة تخلص. فقال له ماذا أفعل؟ قال استعن برب الكلب على الكلب. الله، يعني قل لصاحب الغنم والكلب يا صاحب الكلب خلصني من كلبك. فأيضا أنا وأنت وكل الناس يرفع أيديهم إلى الله تبارك وتعالى بأن يعيننا على الشيطان. الآية الكريمة في سورة الكهف مع ذي القرنين، نعم، وهو يقول لهؤلاء الناس أعينوني، أعينوني بقوة. وأرى فيها حقيقة من نموذج للملك الصالح، نعم، والذي رفض أن يعني يسخر جنوده، نعم، ولكن أراد أن يستخرج منهم، نعم، يدربهم على التعاون، يدربهم، نعم، على العمل، نعم، ورأى فيهم الكسل، ورأى فيهم أنهم يريدون أن يعطوه الهدايا أو الجعل، ولكنه قال أعينوني، أي أنني لن أعمل هذا العمل إلا إن تحركتم معي. رأي حضرتك في موقف التعاون هنا؟ يعني وحده لن يستطيع أن يبني، نعم، ولن يستطيع أن ينهض، فيقول أعينوني بقوة، ليس بقوة. أعينوني فقط ولكن وصفها بالقوة حتى لا يتراجعوا في إعانتهم، نعم، ويتباطؤوا في إعانتهم. فيقول أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فهذا منظوم
أو منظومة الرجال الشداد في المواقف أنهم يمدوا يد العون لمن طلب منهم. التعاون فينا؟ التعاون بقوة؟ نعم. والقرآن ذكره ترك أثر عظيم ممتد إلى يوم الدين. نعم. أن هذا البناء الذي تم التعاون فيه ما زال نعم ما زال صرحا. نعم. يعني إذا فتح منه نعم. ردما أو فتح منه ثقبا نعم. يكون من علامات قيام الساعة خروج يأجوج ومأجوج كما نعم. تعلم ستة نعم. يعني هذا يعتبر حضارة نعم. على مر الزمان. نحن نعيش في نعمة أثر التعاون. نعم نعم نعيش في نعمة أثر التعاون. يعني نعمة أثر التعاون في هذا المشهد العظيم يستشعرها كل خلق الله تبارك وتعالى. لا أقول كل مؤمن بل كل الخلائق على وجه الأرض بسبب أنهم نهضوا في بناء هذا السد. الله أكبر. واحنا بنتمنى بقى ان شاء الله واحنا ماشيين اهوت وهنبعت رسائل للشباب ورسائل لكل اللي عنده قدره على تحريك الهمم يعني عشان فضيله التعاون. ولكن وكأن القرآن ليس وحده من حثنا على التعاون. واحاديث كثيره في سيره النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في هذا المعنى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا بالمشهد العملي أو بالحقيقة العملية، لأنك كما تعلم أن السنة قولية وفعلية. فأول ما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة نعم. هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرع أول شيء في بناء المسجد. فالمسجد يعتبر هو بيت التعاون الذي يلجأ إليه كل ضال عن الحقيقة فسيجد فيه ضالته المنشوذة. المسجد حينما بنوه الصحابة رضوان الله عليهم كان من المشاركين معهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلم يجلس على أنه رسول الله الإمام القائد الرئيس، لا، بدأ في بناء المسجد معهم وكان يقول قولته المشهورة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم المهاجرين، فرحم الأنصار والمهاجر والمهاجرة. نعم. نعم. يعني مشهد عملية يبين لك أن القائد هو الذي لابد أن يكون في المضمار من بداية إرساء الدولة الإسلامية. نعم. في عهد النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم بدأ ليس بالقول ولكن بالفعل. نعم. التعاون بداية نعم. لإقامة هذه الأمة. نعم. يعني بداية ببناء المسجد الذي سوف يجتمعون فيه. نعم. كل له يد في بناء هذا المسجد. تمام. يعني أنت ستك إذا أردت أن يحتذى بك فلا بد أن تدلل على قولك بالفعل. نعم. ابدأ بنفسك. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس من المعقول أن يرسي ويدعوهم إلى التعاون وهو يجلس يشاهدهم وما يبنوا أو ما يفعلون، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المتعاونين في هذا الأمر. القول المشهور للنبي: وأنا أجمع الحطب، وكأنها رسالة كبيرة نعم لكل الناس. نعم. أنه لكل دوره يعني صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يجلس بل قال: أنت عليك كذا وأنت عليك كذا وأنا سأقوم بجمع الحطب. فهذا يدل على أن البداءة تكون من القائد حتى يكون الرعية مقتدون به في تصرفاته وفي أفعاله. وسيدنا صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام. عليه السلام ضرب لنا أيضا مثلا عظيما نعم. في بنائه بيت الله الحرام حينما عرض على ولده إسماعيل عليه السلام. عليه السلام. وهذه رسالة إلى الشباب كما قلت سيادتك أنهم يتعاونون مع أفراد المجتمع. ومن باب البر سيدنا إسماعيل عليه السلام بره بربه عز وجل أولا أنه ينفذ الأمر طالما أنه من الله تبارك وتعالى، وبره بأبيه طالما أنه أمره بذلك لأن طاعة الأب مقرونة بطاعة الرب جل وعلا. فقال له: إن ربي قد أمرني ببناء بيت في الأرض، فماذا تفعل؟ قال: أكون معك يا أبي. فكان يحمل الحجارة ويقدمها إلى والده سيدنا إبراهيم عليه وعلى سيدنا إسماعيل السلام. هذا بنى مع أبيه البيت. نعم.
وابن سيدنا نوح لم يبني مع أبيه السفينة. نعم. هذا نجا نعم أثر التعاون. نعم. وهذا هلك. نعم. أثر يعني لما نقول فضيلة التعاون، فضيلة التعاون الإنسان به ينجو وينجو من حوله والمجتمع معه. نعم. طيب في أثر لبعض الأثار لتعاون النبي حتى في بيته. نعم. ويمكن نعم حضرتك نعم. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. نعم. يعني هو قرة أعيننا. وهو السراج المنير صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تتحدث عنه ما وسعك العمر كله صلى الله عليه وسلم، فله من الخصال ما يشيب الإنسان حينما يستعرضها. نعم. يعني شعر الإنسان يشيب حينما يستعرض خلق النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها رضي الله كان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهل. الله أكبر. يعمل إيه؟ يخصف نعله ويرقع ثيابه. نعم. ويحلب شاته. نعم. ويخرج على المسلمين لكي يأمهم ويقوم على رعاية مصالح المسلمين. الله أكبر. يبقى في البيت كما وصفت أحد نساء في من كان قبلنا، فقالت زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حاله، أنه يكون مع الصحابة رضوان الله عليهم يقوم على خدمتهم وعلى رعايتهم، وفي بيته يكون الرجل الذي يذلل أولاده والذي يقوم بالرحمة والرأفة في معاملتهم. رسالة لكل اللي بيسمعونا دلوقتي من الأزواج والرجال. نعم. على يعني فضيلة التعاون مع الأهل في البيت، يعني نحتاجها، ولا نقول أنها تنزل من شأن الرجل. نعم. بل ترفع من شأنه أمام زوجه. نعم. أن يقوم الرجل دائما في التعاون. خدمة أهل بيته، هذا من التعاون على البر. نعم. وأيضا يرعى شؤونهم من ناحية الدين، ودي تعتبر يعني تغيب عن بعض بيوت المسلمين، اللي هي عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل تسمح لي؟ نعم. يعني ما نعطلش أختنا أم عبد الرحمن. نعم. وعايزة تستشير وعايزة تسمع وتشارك معنا في البرنامج، فنكلمها. يعني معنا اتصال أختنا أم عبد الرحمن. السلام عليكم. مرحبا. عليك السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ هو يسمعك، تفضلي. نعم تفضلي. أنا كنت عايزة أسأل سؤالين يا شيخ معلش. نعم. أول سؤال، أنا دلوقتي كان حصل لي ظروف صحية يعني ضغطة، فأنا دلوقتي شفاك الله على الكلام. شفاك الله عافاك. أثرت على موضوع الكلام، بقرأ في المصحف، فبلاقي إن في كلام ما بعرفش أقرأه، يعني ما بعرفش أقرأه خالص. بحاول كذا مرة مش عارف ده يا ربنا يحاسبني عليه، ده أول سؤال. نعم. تاني سؤال، دلوقتي أنا في خلافات بيني وبين أهل جوزي بسبب إن هم يعني ظالميني في موضوع إن أنا عاملة عمل لبنتهم وكان ده كله، بس ربنا اللي يعلم أنا والله ما بعملش ذنب حد، بس نعم. مأثر عليا جوزي بقى، يعني شتيمة، إهانة، يعني قلة أدب، مشاكل كتير على طول بتحصل بيني وبينه. أنا مش عارفة أتصرف إزاي بصراحة. حاضر 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 أم عبد الرحمن. فضيلة الشيخ محمد يرد على حضرتك حالا. فضيلة الشيخ، هي الحقيقة سألت سؤال ذو شقين. نعم. السؤال الأول، هل تحاسب على أنها بعد ما شفيت من الجلطة أصبح عندها بعض الكلمات في القرآن، كلمات بعينها لا تستطيع نطقها، هل تحاسب؟ ربنا يحاسبها على أنها غير قادرة على نطق هذه الكلمات؟ لا طبعا، يعني الله عز وجل لا يكلف بالمشاق، يعني قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ومجرد النظر إلى المصحف القرآن الكريم فإنما هو عبادة، فهذا لا حرج فيه، والله عز وجل يكتب لها الأجر على مرضها يا رب العالمين. الجزء الثاني من السؤال الحقيقة هو يعني أرجو أن حضرتك نستفيد فيه شوية، لأنه موضوع الحقيقة صعب شوية. هي نعم. بتقول أنه هناك خلافات مع أهل الزوج، وبسبب سوء الظن فيها بأن هي عملت عمل لحد فيهم يعني، وهي طبعا بكلامها ده بتؤكد على أن هي بريئة من هذا الموضوع، ولكن سوء الظن ده أثر على العلاقة بينها وبين زوجها وخلى فيه إهانة وفي سوء تعامل من الزوج ليها. يعني احنا نقدر نوصي الزوج بأنه يتقي الله تبارك وتعالى، طالما أنه لم يعاين الأمر بأم عينه
أنها تسببت في إيذاء هذه الأسرة، فالحرج والإثم سيقع عليه إن لم يتب من هذا الأمر. فلا بد أن يحسن إلى زوجه، لأن الله تبارك وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف. فلا ينبغي أبدا بسبب سوء ظنه أو شكه في زوجه أنها فعلت أمرا ما يلحق ضررا بأهله أو بأخيه أو زوجة أخيه أو غير ذلك، فإنما هذا ليس مبني على اليقين، فيقع في الحرج والإثم. عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وهي أيضا ينبغي عليها أن تتودد إلى زوجها وتتودد إلى أهل زوجها، بمعنى أنها تصبر على الإيذاء، لأن الله تبارك وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. على المرأة أن تصبر فيما كلفت به حتى يكتب لها الأجر عند الله تبارك وتعالى. يعني أنا بضم صوتي لصوت حضرتك وبقول إذا كانت المشكلة موجودة في بيوتنا كسوء الظن، وإنه أميل لأهلي لأمي أو لأخواتي، وهو الواحد لازم طبعا يعني ما يزعلش أمه أبدا، ولكن الموضوع أنه الإنصاف في البيت والتعامل بشيء من الحكمة، وأنه يقرب المسافات بينه، لأن هي برضو وهي أسيرة عنده، ولا يجب أبدا أنه يكون سبب في ظلمها. ولكن الحقيقة معنا إيمان من المنصورة، تسمح لي؟ تفضل أختنا إيمان من المنصورة. السلام عليكم. مرحبا يا فندم، أهلا وسهلا. عليكم السلام. عليك السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ ممكن أفتح حضرتك التلفزيون؟ وطي التلفزيون على الآخر وكلمينا من التليفون من فضلك. بقول لحضرتك. اتفضلي. أنا بدأ أرفع الصوت وأحسش إن هما مستقبلين. يعني من زمان بقى 10 سنين مفيش كده، لقيت في أهلي دايماً بيعملوني معاملة وحشة. لو الكنترول سامع، احنا مش سامعين كويس، لو في الكنترول سامع الرسالة بس يبلغنا، لان احنا مش فاهمين مضمون الرسالة. انا مش سامع كويس، ارجو ان احنا نستقبل منها اتصال تاني، لانه واضح ان هي بتمر بمشكلة، بس يا ريت تشوفوا المشكلة في الاتصال، القط انقطع. ان شاء الله اختنا ايمان ترجع تتصل بنا تاني. نعم. وبشكر حضرتك على الرسالة لكل بيوتنا وكل الإخوة الأفاضل اللي بيشاهدون دلوقتي في مصر وفي الوطن العربي كله، الترفق بالنساء. وأرجع تاني لحضرتك وأتكلم على مظاهر التعاون في السنة قبل ما نروح بقى للصحب والتابعين. نعم. ومشاهد التعاون مع بينه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم له صور كثيرة في التعاون، سواء كان مع الصحابة رضي الله عليهم أو كان مع زوجه أهل بيته إلى غير ذلك. فالصحابة رضوان الله عليهم ضربوا لنا أروع المثل في هذا الأمر، سيدنا سعد بن أبي وقاص، وسيدنا أبو عبادة بن الجراح، وسيدنا عمرو بن العاص، لما كانوا في فتح مصر رضي الله عنهم أجمعين، وكان سيدنا أبو بكر الصديق ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يقومون على رعاية شؤون المسلمين، والصحابة رضي الله عليهم هؤلاء يفتحون مصر، وسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وسيدنا أبو ذر الغفاري يقوم على تعليم الناس شؤون دينهم. فهذا يبين لك صور عظيمة أو صورة عظيمة في شأنهم من ناحية التعاون. فبذلك نجح المجتمع في أن يكون له الحظوة العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رسم هذا الدين على ورق أو على بمداد من ورق أو بمداد على ورق، بل بمداد من نور. الله، يعني مش حبر كده على ورق، لا بمداد من نور، منهج عملي قرآنه وقرآن رباني يمشي على الأرض، صلاة ربي وسلامه عليه. فالصحابة احتذوا به في كل تصرفاتهم وفي كل أفعالهم. الله. في أكثر من موضع يبين لنا هذا الأمر، سواء كان من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر ويقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. يعني الإسلام يبين لنا مظاهر التعاون، أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يظلم أخيه،
طب يظلمه ازاي؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما. ظهر. فقالوا هذا شان المظلوم، نستطيع ان ننصره. يعني ناخذ بحقه، نجيب حق المظلوم، فما بال الظالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكف على يديه او تضرب على يديه او تمنعه عن ظلمه، فهذا نصرك له. هذا من مشاهد التعاون. نعم، لان الظلم عاقبته وخيمه. ناخذ قنا ونرجع نكمل لعاقبه الظلم. نعم تفضل. والمشهد الرائع من مشاهد التعاون الجميله اللي حضرتك بتقولها لنا. تفضل. معانا اختنا ايمان من قنا. الو. مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا، ازي حضرتك؟ الله يكبر خاطرك ويحفظك. بص معلش، انا جوزي يعني بيجيب سال ماما السيره مش كويسه، فاعمل معاه ايه؟ بيتكلم عن والدتك بشكل مش مناسب؟ يعني بيجيبها بسيرة مش تمام يعني. فهل يعني اسيبه ولا ايه، ولا علاقة تمام، ولا جوازي حلال، ولا ايه بالظبط اعمل معاه؟ لا تسيبيه ازاي، اوعي تسيبيه، هنقول لك تعملي ايه بس اوعي تسيبيه. حاضر، وتحياتنا لاهل قنا واشراف قنا وحجازه ونجا حمادي وبركه وكل قنا، تحياتنا ليكم كلكم. حالا فضيله الشيخ محمد يقول لحضرتك نعمل ايه. حاضر. يعني بتشتكي أنه يأتي بحديث غير مناسب عن أهلها، وهي ده بيؤلمها يعني. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه نعم. يعني لنا قول الله عز وجل، قول الله نعم، يبرهن لنا أن هذه صفة ذميمة. قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث: قل خيرا أو أصمت. نعم. يعني إذ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن لم تستطع أن تتكلم بالخير فلتصمت، ففي الصمت نجاة عبد الله. وطبعا هذه زوجك، وتلك هي أمها التي أنجبتها لك. نعم. فينبغي عليك أن تحظى برحمة الله تبارك وتعالى في معاملتك إياها. يعني أنا بأكد على كلام حضرتك وأقول له يعني لا تؤذيها في أمها يعني. نعم. وأنت لا ترضى أن تؤذيك أو غيرها في أمك. نعم. لا تؤذيها في أمها. نعم. الأم دي هي اللي وافقت عليك، وهي اللي سمحت لك بأنك تخش. تمام. وهي اللي أكيد رأتك، حتى لو كان في بعض المشكلات. يا أخي من فضلك لو سمحت، ونعلم التقاليد والعادات في أهلنا في الصعيد، أنتوا أهل كرم وأهل منا، لا تؤذيها في أمها. يعني أنا أقول له حكمة. نعم. عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، فإن كنت تحب أن تعامل بهذا الأمر كما قلت أن زوجه تقوم بإساءة أمه فليسيء أمه، إذا كان يحب أن زوجه تسيء أمه فليسيء أمه، فليستمر على هذا. وأنا أعتقد أنه لن يتحمل، لا يحب ولا أحد يحب ذلك. الأم أم، لا 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 يجوز أن يؤذيها في أمها. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على برنا بآبائنا وأمهاتنا رب العالمين. وهي برضو من صور التعاون. أنا بتعاون في حبي وإظهار حبي لأهلك، كما أنت تتعاوني في إظهار حبك والتعاون. طيب معنا أخونا الأستاذ علي من أسيوط. نعم أهلا. معنا اتصال من أسيوط. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الدكتور جامل الجميل جدا، والبرنامج الجميل والمعلومات القيمه جدا. الله يكرمك. قناة الصحة والجمال اللي هم ما بيتاخروش في البرامج الجميله صراحه. ربنا يسعدك. هذا سؤالين. السؤال الاول، هو رجل شرقي ما عندوش ثقافه التعاون سواء في البيت او بره، بيحس ان هو بينتقص من قدره. السؤال الثاني، معلش هو بعيد عن الحلقة، يعني هل في حاجه اسمها صلح مع القرين او التبيعه؟ حاضر حاضر. هو سؤال من شقين. السؤال الجزء الاولاني بيقول هل بعض الصور الذهنيه السلبيه ان بتظهر ان التعاون ينقص من شان الرجل في البيت، يعني ان هو لا يجوز عليه ان يتعاون في البيت لان دي حاجه فيها شيء من المهانه ليه. والجزء الثاني قبل ما انساه عشان حضرتك نفتكره سوا، ان هو هل يجوز الانسان انه يتعاون مع القرين؟ فناخد النص الجزء الاول. يعني الإنسان الذي يشعر بنقص بأنه يتعاون مع أهل بيته، كيف هذا الفهم الخاطئ الذي برهن النبي صلى الله عليه وسلم على خطئه حينما كان يقوم على رعاية أهل بيته؟ نعم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني إن أنا وأنت وغيرنا ليس أفضل من المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينقص من شأنك عبد الله، بل يرتفع قدرك عند الله تبارك وتعالى.
تمتلئ محبتك بقلب زوجك وأولادك يرون فيك الحنان الذي يعتبر غاب عن أكثر بيوت المسلمين للأسف. نعم صحيح. أرجع مع حضرتك تاني في موضوعنا الرائع والجميل وبشكر حضرتك على هذه الرسالة. بس احنا في النص التاني من السؤال، الأخي علي من أسيوط بيقول هل يجوز أن الإنسان يتعاون مع القرين؟ بيفتح باب بقى؟ يعني دي أمور يعني المقام لا يتسع لسردها، تحتاج إلى إفراز كبير. برواز نحط المعيار يعني احنا نقدر نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل منكم له قرين. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. إذن الاستعانة بالقرين لا تكون إلا في أمور الخير، إن كان في أمور خير فبها ونعمة، وإلا فننصح بعدم الاستعانة به، الاقتراب من هذا الموضوع. نعم. لأنه شائك. نعم نعم. يعني وفيه فتن كثيرة للأسف حاجة. يعني من المعالجين وممن يذهبون إليه الذين يقعون في المحظور. نعم نعم. فأنصحه بأن يبتعد كلا وجزءا يعني عن هذا الموضوع. فهو ليس بخصال ولا بقوة ولا بحماية ولا بحفظ الله للنبي. نعم صلى الله عليه وسلم. معنا الأختنا أم محمد من القاهرة. اتصال من القاهرة. السلام عليكم. مرحبا يا فندم. وعليك السلام ورحمة الله. مرحبا أهلا وسهلا. معلش بسأل حضرتك سؤال، أنا متجوزة بقالي 20 سنة وزوجي مريض نفساني ماشي بعلاج شهري. تمام؟ ماله؟ ورم عليه ماشي بعلاج شهري مريض نفساني. اه ورم عليه دي 3 مرات. حكم الدين معلش. وهو روح يعني هو على طول قاعد في البيت وانا شغاله، وروح البلد واخواتي وكانوا محرضين عليا وعاوزين يرجعوا البيت وكده. نعم. فسبتي بقت تقول لي ده هو مريض وعرفت اني واخداه ومش عارفه يعني بقى في عيالي. انا مش عارفه يعني. حاضر. انا حاضر نرد عليك يا أم محمد. الحقيقة موضوع صعب جدا. نعم. جوزها يتلقى علاج نفسي. نعم. بقى لها 20 سنة متزوجة، تقول إن هي جوزها يعني بيتعالج نفسيا. نسأل الله. ورمى عليها اليمين 3 مرات، وده شق من السؤال. الشق الثاني إن هو خدوه إخواته في البلد ودلوقتي بيقنعوه أو إن هو يبيع البيت اللي هو لامم ولاده ولامم العيلة ولامم زوجته كده يعني. يعني إحنا موضوع الطلاق كما تعلم حتى يعني نفتي فيه نحتاج إلى وجود الزوج والزوجة. نعم. لأن الطلاق يعتريه قرائن ونسأل عن نيته. نعم. كان تحت ضغط أو تهديد أو كذا، فأنا لا أستطيع أن أفتي فيه من طرف واحد. نعم. الطلاق إنما على الإجمال لا طلاق في إغلاق. يعني لما نيجي نتكلم نقول حكم الطلاق الذي يقع حال الانفعال وحال الصرع والخروج عن ذهاب العقل، ذهاب العقل. نعم. نعم. هذا لا يقع على الرأي الراجح. وطبعا العلماء فصلوا في ذلك. نعم. ممكن يكون مطبق أو إغلاق بسيط أو إغلاق شديد أو بين هذا وذاك، فالأمر يحتاج إلى إفراد وإلى تفصيل. نعم. ولكن الطلاق بالثلاث إن كان في وعيه وكان في مجالس متفرقة تحرم عليه. نعم. إن وقع في مجلس واحد أنت طالق، ثم بعد 5 دقائق أنت طالق في مجلس واحد ولم يتغير الوضع ولا البيئة المحيطة. نعم. نعم. يعتبر طلقة واحدة. وتكون في حال تركيز وفي عدم إغلاق كما قلت، وليس في حال غضب. نعم. هذا يقع طلقة واحدة. طلقة واحدة. والله أعلم. أنا بأكد على كلام حضرتك، واسمح لي أشور على أختنا الغالية. نعم. إن هي تتوجه لي تتصل بدار الإفتاء. تمام. وتحكي لهم الواقع، هم يعني إن شاء الله بإذن الله هيردوا عليكي، ورقم واحد وسهل وبسيط. نعم. نعم. كلمي دار الإفتاء وهيردوا عليكي الصبح وظهر وبالليل وموجودين. نعم. وهم أولى إن شاء الله إن هم ياخدوا بإيدك في الموضوع دوت، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يردوا ليكي مرضي سليم. اللهم إن شاء الله. آمين. اللهم آمين. عودة تاني إلى التعاون وأثره. نعم. في المجتمع وفضيلة التعاون. يعني التعاون كما قلت مبني على المحبة. على المحبة. يعني ممكن نقول كيف يتعاون الولد مع أبيه؟ نعم. من بره به. من بره به. من بره به. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أهل الجنة. يعني هو ذا باب لك من دخول الجنة. فنحتاج أن نربي أبناءنا على الاحترام وعلى توقير
الآباء والأبناء. فبذلك ينهض البيت ونهوضه هو من التعاون. والأسرة هي النواة في المجتمع. النواة أو الخلية في المجتمع. احنا الحقيقة صور التعاون اللي أنا محتاج إن حضرتك توضحها لنا كتيرة، زي التعاون اللي ظهر في رمضان في الإطعام وفي الخروج، والتعاون في إدارة الأزمات المشاكل والعد علينا في الفترات اللي فاتت، ووقفنا كلنا مع الدولة دلوقتي وبنزق مع الدولة وبنأكد على كلام سيادة الرئيس والتعاون مع في كلام كتير حصل حضرتك عليه. بس الحقيقة أختنا أم ماجدة من القاهرة معنا على التليفون، فمش عايزين نزعلها يعني. اتصال من القاهرة. مرحبا يا فندم، أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أسأل على سؤال. تفضلي تفضلي. عندي جيراني كان في مشاكل بينه وبين جيراني في وشي كده على طول. عملنا بقى مشكلة يعني بسبب الأطفال، فحبيت اخش اعتذرهم انا ووالدتي وكده، ما قبلوش للاسف خالص. فها سيدي انا زعلانه قوي، ما بنامش بسبب الموضوع ده دي الاسبوع، وهم مش قابلين اي اعتذار منا. طيب ابشري ابشري يا ام ابشري يا ام ماجده. والحقيقة الموضوع بتاعك ده موضوع رائع، اكيد فضيلة الشيخ محمد هيسلك صدرك بكلمات اكثر من رائعة. نعم، هي لم يقبل اعتذارها، يعني هي دخلت عشان تعتذر بسبب انه الاولاد والاطفال وفي مشاكل للجيران. حرصا على الجيره، وحرصا على روح التعاون، وحرصا على الاعوام اللي قضوها مع بعض وكل شيء طيب، ولكن الطرف الثاني واضح ان الموضوع كان واخد بعد ثاني فلم يقبل الاعتذار. يعني انا ابشرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان جالسا مع الصحابه رضوان الله عليهم رضي الله عنهم وارضاهم، ورمى احدهم سيدنا أبو بكر الصديق بشتائم فلم يرد، إلى أن انتصر بنفسه في بعدما مرة واثنين وثلاثة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس، فقيل له لما قمت؟ قال إن الله عز وجل قد كفل لك ملكا يرد عليك، فحينما انتصرت لنفسك انتصر الملك وحضر الشيطان. وأنا لا أجلس، أو انصرف الملك وحضر الشيطان، وأنا لا أجلس في مكان يكون به شيطان. فأنت أختنا الفاضلة قدمت ما أمر الله تبارك وتعالى به، اللي هو موضوع الصلح، والصلح خير كما قال الله تبارك وتعالى. الصلح فيه خير، فليس عليك حرج أبدا، بل لك أجر عند الله تبارك وتعالى على تحملك الإيذاء وتحملك عدم أو الإعراض عنك والسوء بك، كل ذلك خصال ستجديها في الآخرة إن لم تأخذي نصيبك في هذه الأمور أو حقك في هذا من هذه الأمور في الدنيا. حتما ستجديه في الآخرة. وأوصي الطرف الآخر الذي يعرض عن الصلح، ينبغي عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى في أختك، وهو أن تمد يد العون لها. الله تعالى يعني هذه خصلة للأسف أصبحت والله الذي لا إله غيره في أغلب بلاد أو في أغلب بيوت المسلمين. حوالي 90% من بيوت المسلمين تجد خلاف بين أهل الزوجة وأهل زوجة، أهل الزوجة وأهل زوجة. هي خدت الخيرية بذهابها لخيركم من بدأ، يعني إن هي راحت وتحملت كسر كسف الطبيعة ويعني إراقة وجه دم الوجه ده اللي مش من أيامها. قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، يعني ربنا عز وجل دعاك إلى فعل الخيرات. يعني موقف حدث معي شخصيا، ده يبقى حاجة مهمة ده ناخده بس لما ناخد أم ديدي من القاهرة. نعم، من الجيزة معنا مكالمة من الجيزة. معنا اتصال. ألو، أهلا وسهلا، اتفضلي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. لو سمحت حضرتك، أنا كنت جوزي نادر لما أنزل وكده إن هو هيفتح لي ريحة. الظروف يعني مش متيسرة وكده،
وانا دلوقتي في الخامس، ده في ضرر او في حاجه يعني؟ يعني انت دلوقتي في حامل في الشهر الخامس اللي انا فهمته؟ ايوه. وهو كان نادر ان هو يذبح ذبيحه؟ اول يوم يعرف فيه، اول يوم يعرف فيه، ولكن الظروف غير متاحه الان. ايوه. حاضر فضيله الشيخ محمد يجاوبك حالا. هو حاضر. اسال الله العظيم يا رب انه يكبر خاطرك ويقومك بالف سلامه ان شاء الله، انت واللي زيك. اللهم امين. هي يعني جوزها قال ان شاء الله لما ربنا يرزقنا بالحمل واعلم. نعم. يعني قال كده، يعني لو عرفت ان شاء الله ان ربنا رزقنا بالحمل انا افيد بيها. تمام. بس الظروف مش مساعده ليها. يعني الله تبارك وتعالى قال في كتابه: لينفق ذو سعه من سعته. نعم. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. نعم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر. فهذا الرجل حينما نذر عليه ان يفي بنذره حينما يحصل على قيمة النذر، لأنه معلق في رقبته. ده نذر معلق. نذر معلق. وقت ما ربنا يكرمه يفتح الله عز وجل وقت عليه. ما يبقى معاه. نعم. يعني خلاص احنا عشان يطمنها دلوقتي. لا لا يستدين، يعني مش نقول له روح استدين عشان تفي بنذرك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما يبقى الموضوع فيه يسر. نعم. يجيب. نعم. طول ما الدنيا كده شويه لسه. نعم. الموضوع متعلق بقى. نعم. هو النذر المشروط ده نذر مش كويس. نعم. ان الانسان يقول لو نجحت أطلع كذا، لو عملت كذا، لو حصل هذا، يعني قال بعض العلماء فيه إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى. نعم. فالإنسان يخرج والله عز وجل سيخلف عليه. يخلف عليه. طيب نرجع تاني بقى، لأن الوقت ابتدى يسرقنا، وأنا الحقيقة كنت عايز حضرتك من صور التعاون. نعم. كنت عايز رسالة إلى كل الشباب، لأنه نحن في وقت الآن وتمر بالبلاد ظروف صعبة. نعم. والكورونا هذا المرض اللعين. نعم. وجهود الدولة في. نعم. في التصدي لهذه التحديات الرهيبة. نعم. رسالة لكل الشباب وإبداء صور التعاون في المجال الصحي وفي المجال العمل والإنتاج. نعم. رسالة للشباب. يعني العمل. نعم. العمل أولا العمل عبادة. نعم. ولا تنهض أمة أبدا إلا إذا قدمت بسواعد أبنائه ونهضت بهم. كيف ذلك؟ بأن يغرس كل منا في ولده مدى صفة التعاون وأثرها في المجتمع. يا ابني إن عملت سيكون لك شأن في المجتمع، إن قمت بالدور الذي يجب عليك أن تقوم به، الصنايعي في ورشته والطالب في فصله والمدرس في فصله. نعم. وكل في مجاله، والطبيب في مشفاه يعني في عيادته. كل انسان عند الطبيب لازم بقى، معلش اسمح لي، رساله للاطباء اللي يعني شافوا الويل. نسال الله عز وجل ان يبارك فيهم. نعم. وعلى ما قدموه من جهود تعاون. فهؤلاء اعتبروا ملائكه الرحمه. الله. كما وصفوا. لانهم يلقوا بانفسهم في، لا اقول في الهلاك، بل في الأشياء التي ربما تؤدي بهم إلى الهلاك. نعم. ومع ذلك هم يبتغوا الأجر من الله تبارك وتعالى. نعم. وهم يعتبروا النور الذي يستضاء به في هذه الأيام. نعم. ملائكة الرحمة بالفعل فعلا. أنا وأنت جالسون في بيوتنا وهم يمارسون مهنتهم أو مهنتهم التي هي مطلوبة منهم في هذه الآونة، ويجد من المخاطر ما يجد. وأنت تعلم أن مباشرة مريض كورونا هذا الوباء، نسأل الله عز وجل أن يرفعه عن البلاد يا رب العالمين. إحنا ما زلنا مستمرين في رسالة، رسائل وكبسولات إلى الشباب. واقفين عند الأطباء منهم. بس هنأخذ أم داليا من الجيزة عشان ما نزعلهاش، ونقول لهم بقى كفاية اتصالات عشان نلحق نكمل يعني. تمام. معنا اتصال من الجيزة. أم داليا، السلام عليكم. مرحبا عليك. السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يكبر خاطرك. بقول لحضرتك يا شيخ، انا بس عايز اسال عن حيثان طلاق. انا عندي جوزي كان بيتخانق معايا يعني، وانا قعدت ساكته، فهو حب يستفزني فقال لي انا هطلقك. فقلت له براحتك طلقني، راح قال لي انت طلق. فدلوقتي احنا رجعنا، حكم حلفان الطلاق ده ايه حضرتك؟ طيب طيب. وهو انا لما سالته حكم الحلفان ايه بالظبط؟ يعني انت كنت في نيتك ايه؟ انا كان في نيتي ان انا استفزك او تخافي على بيتك. طيب يا ام داليا، حاضر نجاوبك. حاضر. نفس برضه نقول يعني هو مشاكل البيوت والامراض التي تمر بنا، يعني الاستفزاز في البيت. موضوع الطلاق مرض انتشر
في أغلب بيت المسلمين، وخاصة في بين الشباب المتزوجون حديثا بالأخص، لأنهم لم يدرسوا الحياة جيدا. فأنا أوصيهم بالصبر، كلنا مررنا بمصاعب في الحياة أو بصعوبات في الحياة، فمن صبر ظفر، ومن ظفر كان له الجنة. هي هنا بتقول لها طلقت، نعم، قالت له ما تقدرش مثلا، طب وريني كده هتطلقني ازاي، طب طلقني كده. استفزته. البدء كان، بس هي بتقول هو اللي استفزها، بس انا بقول هي اللي استفزته. حينما تعرض المرأة شيئا على الزوج يشعر فيه إهانة لكرامته، فهو ينتصر لنفسه. نعم. يعني حينما تقول له لو أنت راجل طلقني، طبعا هو إن لم يتصبر، لا أقول يصبر، يتصبر، يجعل في قلبه شحنة من الحلم والتصبر على هذا الأذى، على الفور سيرمي بيمينه الطلاق. وأعتقد أنه هذا ما حدث، وهي بتسأل هل هذا الطلاق يقع؟ الطلاق في حال الغضب كما قلنا لا يقع على الرأي الراجح، في حال الغضب الذي لا يستطيع الإنسان أن يفرق به أو فيه بين الخير والشر، بين ما يصلحه وما يشينه. يعني يجي على التلفزيون يوم مكسره، يجي على دولاب النيش مثلا مثال فيه الأدوات حالة ثورة شديدة، غضب شديد ومش قادر يفرق. نيجي يعني نقول له أنت مالك، في إيه، أنت إيه اللي بيحصل، يقول لك مثلا ابعد عني أنا مش طايق نفسي مش عارف. يبقى ده حالة إيه، إطباق يعني أطبق على عقله، فلم يستطع أن يفرق بين الحق والباطل. هذا يمينه على الرأي الراجح أنه لا يقع. أقل من ذلك يقع، أقل من ذلك يقع، وممكن نكون نقول له كان نيتك إيه. يبقى برضو نوجههم برضو لدار الإفتاء. نعم. دار الإفتاء. أرجو أن حضرتك أم ديدي من الجيزة. نعم. أم داليا أستأذنك برضو تتصل على دار الإفتاء، هم أولى وحيقولوا لحضرتك إن شاء الله الرأي الراجح، لأن البيت متوقف على أنك تاخدي كلام من مسؤولين عن الفتوى إن شاء الله. نعم. والوقت معنا 4 دقائق وما زلنا في رسالة وكبسولة إلى كل الشباب اللي بيسمعونا. الجميل بيعدي مع حضرتك بسرعة. يعني إحنا بنقول إن الشباب عليهم أن يعملوا ويمدوا يد العون للمجتمع. نعم. أمة بدون شباب لن تنجح، فهم رجال اليوم أو شباب اليوم ورجال المستقبل. الشباب دول عليهم سواعد ونجاح الأمة. بدونهم لن ينصلح الحال. كفى بالتسكح في الطرقات وبالجلوس على المقاهي، كفى، فأن رجال الدولة وعلى رأسهم سيادة الرئيس يقوموا بنهضة وتقدم في المجتمع في هذه الأيام، فنأخذ العبرة ونأخذهم أمامنا أسوة ونتأسى بهم، كل في مجاله كل يعمل. ولا أقول أنتظر وظيفتي حينما تأتيني أو أكون في مكان معين، لا، بل علي أن أقوم بأي عمل شريف يبتغى به وجه الله، وأن أسعى على أن أحصل على رزق كتبه الله تبارك وتعالى لي. فضيلة الشيخ محمد حسن أبو مسلم، أهلا بحضرتك، أحد علماء وزارة الأوقاف الكريمة، الله، كنت ضيف غالي علينا، ربنا يخليك، ولقاء هو يعني رائع الحقيقة، عن التعاون والتصدي لبعض المشكلات اللي جت أثناء البرنامج. أنا بشكر حضرتك على هذه الكلمات الطيبة الجميلة. شكر الله لك. ووعد بلقاءات ولقاءات على هذه المنارة وهذا المنبر الرائع، منبر الصحة والجمال. أسعد بذلك. ربنا يحفظك. بنشكر حضرتك. أعزائي المشاهدين، لا يسعنا في هذا اللقاء في نهايته إلا أن نتوجه لكم بكل الشكر على طيب المتابعة، ونؤكد على أهمية وفضيلة التعاون أن تكون بيننا، سائلين الله عز وجل أن يعني يجعل مصر دائما أمنا وأمانا ومجانا للتعاون بينها وبين جيرانها وبيننا وبين أهلنا إن شاء الله. حتى ألقاكم في لقاء آخر، اقبلوا مني كل التحية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمحبة والجمال.